الاخ عز الدين، نكملوا الحديث ديالنا. قلت لي هاد الطائر طائر ديدان ياك اخويا، كيضرب البروتينات. البروتينات يعني داك الشيء اللي كياكل في الطبيعه خصك تعوضوا ليه في القفز بمواد زيتيه. ايوه يعني كتفرز الزيت باش هو يستافد منها. ايوه باش يعوض هذاك الحشرات وهذاك الشيء. ايوه منهم راه كاين ما قلت لك. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. هانتوما الاخوان، جينا عند الاخ والصديق يعني مختص في التربيه ديال الحداد، الطريقه ديال التربيه ديال هاد الطائر هذا والمواصفات يعني ما بين، يعني بغينا نعرفوا يعني الطير يعني اللي هو ذكر من النسوه. ذكر من النسوه هو الطائر الحداد. غير بالنسبه للمبتدئين واللي ما كيعرفوش وهذه، بغينا نوصلهم الفكره. هو اصلا طائر ديداني، يعني كياكل الدود والحجر الرطبه. اييه كياكل الدود، فراشات، النحل، يقدر يلقى الى عقرب صغيره ياكلها. اياك اخويا، حيت هو كياكل داك الشيء في الصيف بالطبيعه، تحت البرد. اييه باش يكتسب واحد المناعه ضد البرد. كيضرب دي بروتين ياك. بروتين اييه، يعني انت ملي كتربيه في القفص خاصك تعوض ليه هذوك لي بروتين اللي كياكلهم في الطبيعه. كتعوضهم ليه بمواد زيتيه فيها الزيت. اييه لانه وارد الشمس، كاوكاو ياك، التمر، الزبيب، كاوكاو تاعو. اييه الاخ عز الدين، نكملوا الحديث ديالنا. قلت لي هاد الطائر طائر ديدان ياك اخويا، كيضرب البروتينات. البروتينات يعني داك الشيء اللي كياكل في الطبيعه خاصك تعوضوا ليه في القفص بمواد زيتيه. اييه يعني كتفرز الزيت باش هو يستافد منها. اييه باش يعوض هذاك الحشرات وهذاك الشيء. اييه ومنهم راه كاين ما قلت لك، زرعان ورد الشمس. ايوه في الزيت، كاوكاو، تمر. ايوه كاين هذاك الشريحه. ايوه حتى هي، وهذا الشيء اللي قلت لك انا تعطي ليه كارم، التمر كارم راه كيتباع. ياك كيتباع هذاك الشيء عند الموالين. هذا الشيء يعني جاف. جاف. ايوه فاكهه جافه. فاكهه جافه. كتخلط ليه هذاك الشيء مع السيكاليم وكاوكاو الزريعه وكتعطيك ياكل داك الشيء. ومره كتعطيه الدود. الدود راه ولاو دابا الدراري كيكسبوا. حنا علاش جينا عندك اخويا عز الدين؟ حيت انت تبارك الله راه مولوع بالطائر الحداد، يعني يعني داك الشيء اللي كتعطيه انت هي راه ممكن تفيد به الناس. اييه مرحبا اخويا عز الدين. حيت انا ما عطيتيش هذا الشيء. اييه كيقدر يبدا كياكل في اللحم. وبالنسبه اخويا باش كتعرف تذكر من نتوما؟ سهله، بحال دابا هذه نتوما، هاي انت دابا هاد السياله. لا صافي هاي هاد دابا، هاي دابا هادي، هاد السياله اللي تحت عوكا هنا، هادي الكحوليه. الكحوليه اييه اللي كتكون في الصدر ديالو تحت من الراس، كتكون صغيره ياك اخويا، كتكون جايه بحال يقدر يكون ولد العام وباقي ما مبينش. اييه يعني الا كان ولد العام صغير كتعرفو بهادي، كتكون عنده صغير، هادي كتكون عريضه. هادي هي المواصفات باش كتعرف يعني الطار من نتوما. هادي نتوما، هاي صغيره نتوما. اييه وعاد باش الذكر هو هذا. ها هو الذكر، ها هو الذكر. بلاتي النتوى كتكون عندها حد هنا محدوده، يعني الكرافاطه محدوده. الذكر عنده كتعراض هنا والفخاد يكون هنا كحلين دعم وتقويم. هذه باهت الشيخ. فخاد كيكونوا. مرحبا اخويا، الله يحفظك. بالفخاد من هنا كيكونوا كحلين. الصراحه كيوصل لنا كلشي. جات زيد واحد الحاجه اللي كيكون بحال الصراحه. الله يحفظك خويا. واحد الزروقيه. الزروقيه ياك في الذكر. كتكون باينه بريو، كتكون بريو. هذا درست هذا ياك اخويا. كتكون كتبري، الا درتيها بحال الشمس كتبري. الذكر ديما مميز على. المهم الاخوان، الذكر راه هو هذا، ها هو. هو كيبان عير بعدا من نشوفه تبارك الله. اييه نقدروا نجبدوه ونشوفوه اخويا. نجبدوها. جبد اخويا، الله يحفظك. لا يخطيك ياك اخويا. المهم راه كل درس كناخذوا عليه 3 بوان، حتى كنجيبوا لا موين ياك. مونسيون، الله يحفظك خويا. لا يخطيك اخويا، كنشكروكم اخويا. وبصراحه راه نتوما اللي كتوصلوا لنا المعلومه هنا في السوق. العفو، انت اخويا عزيز اللي كتوصل لينا. مرحبا اخويا، مرحبا والف مرحبا اخويا. لا يخطيك. كنجيو عند اهل الاختصاص باش كيعطيونا المعلومه الصحيحه. ها نتوما الاخوان، راه الحداد راه قبيح، راه الا بغيتي تجبدو راه ماشي ساهل باش تجبدو، راه يقدر يسلت لك، راه ما كيجبدوه يعني اهل الاختصاص.
هو خطير هو الحداد هو ما حبيتيش معاه. المهم الاخوان غنوريكم المواصفات ديال الذكر يعني هذا قبيله اوريكم يعني شنو كيدير دابا هذه الاولى تبارك الله الشيخ نازله من هنا عريضه تحت يعني الكرافاطه عريضه تحت القمقوم هذه عريضه ايوا اللي توا كتكون هنا حد خط تكون محدوده محدوده وكتكون السياله نازله عريضه وما بين رجليه كتجايه وكتعرض السياله انت شوف خادو كيدايرين تبارك الله ورجلين كما قلتي مقصبين كحلين ياك الكحوليه شي شحال ديال الكحوليه اييه خادو كله عامرين بالكحوليه كحل الجناحات قلت لك الزروقيه اييه بحال ديال هذه المواصفات ديال الذكر السياله وهذه اللي تحت العمق حيت دابا يقدر يكون باقي ولد اي ما مبينش باقي ما هبطش هذا ما تصفيش كتعرفوا بهذه كتكون عريضه صافي صافي كنشكرك اخويا عز الدين وبارك الله فيك اخويا الله يخطيك تمشيو عند اهل الاختصاص اخويا باش كيعطيونا يعني جميع المعلومات على اي طير احنا علمونا الناس وحنا كنعلموا الله يحفظك الله يحفظك خويا الله يخطيك صوتك يوصل لنا المعلومه مرحبا مرحبا اخي الكريم مرحبا تحياتي الله يسخر لك